أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على قوة إيمان الرائي أو أنه يدخل الجنة؟ وهل ينبغي للمسلم أن يدعو ربه تعالى أن يريه نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الله أراك نبيه من خلال سنته، إذا كنت حريص على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بسنته وستراه في الجنة إن شاء الله. نعم.